قراء تتبع إسبريس في كل مكان، السلام عليكم. معكم مبارك أبو علي من مدينة مونريال. مرت انتخابات 4 سبتمبر بجميع مراحلها تصويتا ونتائجا وتحالفات. ترى كيف استقبل مغاربة العالم وخصوصا هنا في مونريال هذه الانتخابات ونتائجها، وما هي انتظاراتهم من هذه الانتخابات؟ بالنسبة للانتخابات ديال 4 سبتمبر في المغرب اللي كانت جرات 4 سبتمبر في المغرب، انا ما غاديش نتكلم على الحمله الانتخابيه ولا الانتخابات كيما، انا غادي نتكلم اكزاكتوم على التحالفات اللي كانت سيرتو في الجهات اللي ما كانتش في المستوى المنتظر، المستوى اللي كان الناس منتظرين، لان لا بريبار ديال المصوتين مشاو في واحد الاتجاه، ولكن التحالفات ما كانش كما كانت الناس كينتظروا. ولكن هذا الشيء ما كيمنعش بان البلاد راه غاده في المسار الصحيح، غدا في الاخر. كنتمنوا الناس اللي كانوا سواء على مستوى الجهات او على مستوى العموديات ديال المدن انهم يخدموا المصالح ديال البلاد. والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم، انا خديجه المرابط من مدينه مونريال في كندا. سلام ربي في اللون. غساد مدرحتيني حي يمدني اللي ترشحني اللي ينجحني في الانتخابات. ادغمان في الوعود نسن، ادغمان في اللي سناني ميدن، ادغمان في البرامج نسن الانتخابيه. لان كلام ميدن غلين غلين، وخاوت نران ميدن غلين، مي تدعو حد تستخدم الضمير نسن، تعامل الشباب اللي غلين ثمان سنتني، ادقنا فوس حفوس باش تزين نسن المغرب في القدام. مدرحة تيني حياضني إيقات بأنه استوي نحمد اللي يعيش نحن المناطق النائية، لأن كان القرى كالبوادي منقطعون تماما عن العالم اللي احنا عيش نكوني. سقيت ناوين يس نسكني غارس نيش نشكش من امان ضدو يس اتنعاون باش ندمج حتى تني ديني حتى تني ادعيش نتسنى الا نحدونيت. وكنشكر بزاف اسبريس اللي كتواصل دائما كتواصل مع المغاربه ديال الخارج في جميع انحاء العالم. كنشكرها بزاف لانها دايها فينا، عطانا شويه هذا الوقت وسيتو. شكرا بزاف. انا مواطن مغربي مقيم بالديار الكنديه مدينه مونريال. رايي في هذه الانتخابات تنطلب من الناس المسؤولين اللي نجحوا واللي خداو الجماعات واللي خداو الجهات يخدموا البلاد ديالنا. ثاني حاجه اللي تنطلب هو الجاليه المقيمه بالخارج تمنح لها حق التصويت حتى هي تشارك في القرارات ديال البلاد ديالها. ثالث حاجه اللي بغيت ناكد عليها هو اعاده قانون الانتخابات. مثلا نعطيو الحزب اللي ربح اعلى الاصوات هو اللي يحدد العموديه ولا رئاسه الجماعه ولا رئاسه الجهه، باش كما حاربنا ترحال الحزبي نحاربوا ترحال او ما يسمى ترحال ديال الناس ديال التصويت، ترحال تصويتي. ان مثلا انسان نجح مع هذا الحزب وتصوت على حزب اخر في المعارضه او في الحكومه، يعني الناس صوتوا عليه هو ك شخص او كحزب في المعارضه وتنشوفوه انه مشى للاغلبيه او الاغلبيه مشى للمعارضه. يعني الاله الانتخابيه خاصها تعاود تعاد فيها نظر وتعاود تصحح بالنسبه للمواطن الى عطى الصوت ديالو ولا ربح شي جهه انها تربح. وشكرا. الانتظارات ديالي كمواطن مغربي من الانتخابات بغض النظر عن التحالفات اللي طرات اللي غلبت جهه على جهه، الخيانات شي ما كيهمنيش انا كمواطن. المهم عندي انا هو الخدمه ديال الصالح ديال المواطن، تسريع الوتيره ديال المشاريع التنمويه اللي كل واحد باغي يخدمها وكل واحد باغي يديرها. في نفس الوقت كنبغيو تكون ماشي الانتخابات في حد ذاتها هي النتيجه وهي الهدف، تكون الخدمه ديال المواطن، ماشي تكون عند هذاك المرشح الهدف هو انه ياخذ يدفر بمنصيب باش يحقق المصالح ديالو الشخصيه ولا يغتني ولا عن طريق، ولكن يكون هو يوضع المصلحه ديال المواطن في صلب الاهتمامات ديالو، ماشي غير يقول لا راه انا نجحت مع البي جي دي ولا انا نجحت مع التجمع الوطني الاحرار ولا انا نجحت مع البام صافي راني حققت الهدف ديالي. راه ماشي هذا هو الهدف ديالو. كمواطن انا عطيت صوتي، بغيت فعلا كيهمني البرنامج الانتخابي ديال الحزب على حزب، ماشي بالضروره ما كنقول اي واحد اللي صوتنا عليه ينجح، ولكن بغينا واحد برامج باخلاق بثقافه بهذا باش يخدمنا، ولكن ماشي يكون الانتخابات هي الهدف ديالو، هو غير
غير يدي الصوت صافي ويحقق التحالفات اللي بغاها كحزب ولا ككتله، ماشي هذا هو المهم. المهم هو يخدم مواطنين، يصلح، يدير. يعني كاينه اصلاحات كبيره كتنتظر البلاد على مستوى التعليم، على مستوى الصحه، على مستوى الخدمات الاجتماعيه، هذا هو المهم. يعني كانتظارات كمواطن من انتخابات تحقق واحد النخبه اللي تقدر تخدم الناس صالح المواطن. والسلام عليكم. السلام عليكم جميع المغاربه. المهم حاجه اللي بغيت نشير لها هو بغي نهضر على الانتخابات. بالنسبه للانتخابات حنا ما كيهمناش الحزب اللي كينجح ولا اللي ما ينجحش، ولا يجي الاول ولا ما يجيش الاول. اللي قد ما كيهمنا ان هذا الانسان اللي نجح ولا هذا المرشح اللي نجح شنو خصو يدير وشنو اللي خصو يدار، هذا هو اللي كيهمنا. يعني كنشوفوا حنا بالنسبه خصوصا للجماعات اللي كتكون بعيده وكتكون في المغرب العميق كما يقال، انا خاصه بزاف ديال الحوايج، منها المدرسه، منها الصحه، منها بزاف بزاف المسائل. حنا كنتمناو منهم يعني كمواطنين مغاربه انهم يقوموا بالواجب اللي عليهم لا اكثر، يعني غير يقوم بالواجب هذا راه شيء كثير يعني. وبالنسبه حنا كجاليه هنا في كندا كيهمنا بزاف اننا يكون عندنا الحق في التصويت، لان كنعانوا من هذه القضيه. وحنا كما رحنا عايشين هنا، ولكن راه القلوب ديالنا ديما في المغرب، وكنطمحوا ان شاء الله يكون شي حل لينا هنايا باش حنا ندليو بالصوت ديالنا. وفي الاخير كنبغي نشير بالشكر الجزيل لقناه هسبريس، والسلام عليكم. على النقطه ديال الانتخابات الجماعيه اللي وقعت مؤخرا في المغرب، انا كمواطن النظره ديالي للبلاد هي ان اللي كنطالبوا هو الاصلاح الجذري مثلا الادارات كالمقاطعات يعني كالسبيطارات، هذا الشيء اللي كيبغي يشوف المواطن. لهذا حنا كنشوفوا مثلا يعني كيفاش كاينه هنا الدنيا، كيفاش عايشين هنايا مع البلاد المغرب، كتحس في القلب ديالنا شويه. بغينا حتى حنا بلادنا نمشيو يعني تفيق الصباح تشوف الطرقان مزيانين، تشوف النظافه، تشوف يعني تمشي لواحد المصلحه تلقى النظام، ما كايناش الرشوه، ما كاينش. بغيتي شهاده السكنه خصك المقدم تبقى تقلب عليه نهار كله، يعني هادشي كيأسف. حنا بغينا باش تقدم بواحد الشعب تيخصك تنميه بالمسائل البسيطه، بالمسائل الاداريه يمشي ياخذها فواحد الوقت محدود، ما تبقاش يعني هاد المشاكل اللي كنشوفوها يعني كتأسف. وكنتمنوا التوفيق للجميع، هذا هو اللي كاين. مدينه مونت ترامبلون في بروفانس دي كيبيك وكندا، تنقول لكم السلام عليكم وتحيه لجميع المغاربه. انتخابات اللي دازت كنتظروا منها كجاريه مغربيه هنا في كندا وكشعب مغربي، هو فيما يخص بعض القطاعات اللي هي قطاع التعليم وقطاع الصحه والبنيه التحتيه ديال البلاد. اولا التعليم كما كتعرفوا هناك بعض المناطق اللي هي نائيه في داخل المغرب، والاطفال كيعانيوا بان المدارس بعيده، وكيعانيوا بان المدارس ما كتوجش فيها كل المرافق اللي هي خصها تكون في المدرسه اللي كتليق بالتلميذ، بما في ذلك المراحيض وبما في ذلك المعدات اللي خص تتلزم الطالب والتلميذ في القسم. وكذلك الطرق عندهم مشكل ديال الترونسبور، اللي الناس ما كتلقاش كيفاش تمشي، وخصوصا في فصل الشتاء. وفيما يخص قطاع الصحة كتعرفوا بأن بعض النساء اللي كيعانيوا خصوصا النساء الحوامل في فصل الشتاء كيلقاو مشكل باش أنهم يوصلوا المستشفيات بحكم البعد ديال المستشفيات اللي متواجداش في المراكز الجامعية ديالهم، وكذلك الطرقات اللي كتكون منقاطعة في فصل الشتاء. إشارة أخرى للبنية التحتية ديال المغرب، أنتم كتعرفوا حنا كجارية مغربية ملي كنجيو للمغرب كنلقاو فرق كبير ما بين الطرقات ديال هنا في كندا وديال المغرب، لأن الطرقات شوية راكم كتعرفوا ربما كنتوا شفتوا الحادثة اللي وقعت ديال الحافلة كان سبب ديالها هو الطريق. مسألة أخرى كجارية مغربية كنتمناو وكنتظروا من هذا الحزب اللي نجح إن شاء الله باش أنه يفكر في الجارية المغربية. عندنا حنا واحد المشكل هنا كنعانيو منه، هو مشكل ديال البعد ديال كندا على المغرب، وكنلقاو مشكل في البيئي
انه تيكون غالي وتيكون ازدحام خصوصا في فصل الصيف. كنتمنوا من ان هذه الحكومه ان شاء الله تفكر في الجاريه وتحاول تشوف لها حل هذا المشكل ديال البيئي وديال الترونسبور. وتحيه لجميع المغاربه وتحيه لإسبريس والسلام عليكم. السلام عليكم، انا عادل بلحنش من مواليد مدينه اسافي. كنت في المغرب في فتره الانتخابات ولاحظت انتخابات الجمعيه، لاحظت الناس وشفتهم كيفاش يقوموا بالمراحل ديالها، مرحله ديال يوزعوا ما مهم جميع المراحل. وفي وقت الاقتراع ما كنتش كنت في اسبانيا، ولكن اللي لاحظت في المغرب ان الشعب المغربي تبدل بزاف، ما بقاش عنده ولات عنده تقريبا سيرتو الناس ديال المدينه ولات عندهم واحد السياسه، ولاو يعرفوا السياسه ويفهموا الناس شكون اللي خدام شكون اللي ما خدامش. مالغري هما خصوصا دابا ما بقاش يشوفوا الاحزاب، واش حزب العداله والتنميه ولا حزب البام ولا دشفار ولا دشفارش. الناس ولاو ديميزوا ولاو يلاحظوا ولاو. انا حاليا تندعي الناس ديال العالم القراوي باش تما تكون عندهم الفكره بحال الناس ديال المدينه، باش يعرفوا تما علاش علي من يلوحوا وعلي من يترشحوا وعلي من تختاروا شي واحد. ما يبقاوش يقولوا ان المغرب فيه شفره ولا المغرب ما مزيانش ولا هادي. المغرب في يديكم نتوما، خصكم نتوما تعرفوا علي من تلوحوا. والناس نعرفوا منها بزاف في المغرب حاليا، تلاقيت بهم صحابي مني رجعت من الاسبان، رجعت المغرب قبل من ارجع للديار الكنديه. تلاقيت بالناس نقول واش مشيتي للانتخاب، واش مشيتي للحديد، يقول لي لا ما لحتش، لا شوافر ديال الطاكسيات لاي واحد، خصوصا اي شوفر ديال الطاكسي نطلع معاه تقول لي واش لحتي، يقول لي لا ما عمري ما لحت واحد من الظرف لحت. لا خصكم تمشيو تلوحوا، خصكم تختاروا المصير ديالكم، لان المصير ديالكم في يديكم، سيرتو المصير ديال وليداتكم. والملك تبارك الله خدام، حكومه خدامه، والمغرب تبارك الله راه مزيان خدام، وفي اوراش كبيره بزاف. خصوصا خص حاجه وحده اللي المغاربه يعرفوها، انهم يعرفوا على من يلوحوا ويمشوا يتسجلوا ويمشوا يديروا الواجب الوطني ديالهم، لان مسؤوليه قدام الله سبحانه وتعالى.